بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 45 من كورس إنشاء برنامج المدارس بلغة البي اتش بي مع استخدام فريمورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هو درس مهم جدا جدا بالنسبة لك، درس أنت سمعت عنه كتير وكنت خايف تاخد تجربة المالتي اوزنتيكيشن. دايما كنت تسمع كلمة المالتي اوزنتيكيشن في لارافيل تحس ان هي حاجة صعبة واختراع، دي رقم واحد. رقم اتنين، كنت دايما تسمع عن كلمة اسمها الجاردد، كان بيتردد قدامك يقولك انا هعمل جاردد انا هعمل جاردد، فكنت حاسس الموضوع بالنسبة لك هيكون صعب. انا كان ممكن في الكورس بتاعي ان انا اعمل جدول لليوزرز وكنت احط كولوم معين مثلا اسميه تايب، وكنت وانا بضيف اليوزر احدد التايب بتاعه، هل ده طالب، هل ده ولي امر، هل ده معلم، هل ده ادمن، ايا كان. وكنت هركب الاثباتي بيرميشن وابدا ادي الناس بيرميشن وصلى الله وبارك وخلاص، وكانت هتخدم معايا بشكل كبير وهتشتغل معايا زي الفل. لكن انا ما حبيتش اعمل الحته دي. ليه ما حبيتش تعمل الجزئيه دي يا باشمهندس؟ عشان عايز الراجل اللي هيتابع الكورس معايا يكون واخد معلومات اكبر ويكون واخد طرق اكتر مختلفه. النهارده احنا هنشتغل على نظام المالتي اوزنتيكيشن اللي هو عمليه تسجيل الدخول المتعدد. يعني ايه عمليه تسجيل دخول متعدد يا باشمهندس؟ فهمني بالبلدي. تعالى كده، النهارده انت المفروض النظام بتاعك ده هيشتغل عليه اربع اشخاص. سي مثلا على سمثال، المفروض هيكون عندي ولي امر، هيكون عندي طالب، هيكون عندي ولي امر، هيكون عندي معلم، هيكون عندي ادمن. حلو قوي، لغايه الان الكلام جميل. انا عايزه دلوقتي اول ما يجي يفتح النظام يساله، يقول له انت داخل، انت مين اللي انت الشخص اللي هتدخل؟ يقول له والله انا طالب. ففي اللحظه دي اول ما يقول له انا طالب يبدا يفتح له اليوزر نيم والباسورد بتاع الطالب. حتى هنا بيقول له تسجيل دخول طالب. حلو، هو دلوقتي حب يستنصح، يعني الطالب ده حب يستنصح مثلا على سبيل المثال وبدا يحط يوزر نيم وباسورد بتاع ادمن مثلا، او مش بتاع طالب، بتاع حد تاني، وحاول يدخل يعمل تسجيل دخول. في اللحظه دي على طول النظام مش هيقبل معايا، هيرفض على طول. لاحظ ايه اللي هيحصل، هيفضل يرجعه. لاحظ، لان هو دلوقتي بيعمل ايه؟ راح تشيك في جدول الستودنتس على 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 ايميل اسمه samir.jamal77، ما لقاش موجود حاجه، فبالتالي على طول دايركت رجع. طيب راح الطالب، يعني انا دلوقتي هرجع هنا خالص تاني اهوت، خليني ارجع. انا دلوقتي هدخل كادمن، انا دلوقتي ادمن، انا المفروض عندي في اللحظه دي انا اخترت تسجيل دخول ادمن، فبالتالي يوزر نيم وباسورد دول لازم يكونوا في جدول ادمن. هم فعليا بالفعل هم في جدول ادمن. لو انا جيت رحت كده دلوقتي عملت تسجيل دخول، في اللحظه دي على طول هو بيعمل ايه؟ بيروح على جدول الادمن مباشره، يبص على اليوزر نيم والباسورد، يتاكد ان دول يخصوا الادمن، فبناء عليه يبدا يدخلني على الداشبورد بتاعه الادمن. حتى مكتوب هنا ايه؟ مكتوب لوحه تحكم الادمن. طيب انا دلوقتي عملت خروج، كلام جميل، وجيت رحت رايح على الطالب، عايز اسجل بتسجيل طالب. خليني اشوف بس اتاكد كده، احنا عندنا كان عندنا في الطلاب واحد اسمه احمد ابراهيم تقريبا على حد علمي. انا طبعا بعمل برومو للفيديو وان شاء الله هنبقى ايه، هنركز وهنعمل كل اللي احنا عايزينه باذن الله النهارده. نقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا على حد علمي. المفروض فعليا هو دلوقتي هيروح يدخلني على الداشبورد اللي تخص مين؟ الطالب. لاحظ اول حاجه هنا بيقول لي ستودنت داشبورد، ده طبعا كل دي المسارات هتتعلمها وهتشوفها النهارده، وحتى بيقول لي لوحه التحكم الطالب. طبعا السايد بار دي سيبك منها خالص دلوقتي، لسه لها تريكات ولسه لها لعبات هنفهمها وهنعملها. ده درس النهارده بشكل بسيط كده. ان شاء الله هنظبط الجارتد بتاعنا، وهنظبط الراوتس بتاعنا، وهنظبط السيشن واللوج اوت، وهنظبط شويه حاجات. بس عايز اقول لك نصيحه مني، ركز 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 ركز. درس النهاردة درس تقيل جدا ودرس مهم جدا، يحتاج تركيز شديد، وفي نفس الوقت يحتاج منك تكون فايق ورايق. عايزك تجيب كوباية الشاي الجميلة بتاعتك ويلا بينا. ورجعنا لكم مرة تانية، يلا بينا دلوقتي أول جزئية عايزين نعملها
ان احنا دلوقتي المفروض فعليا اول ما تسمع في حياتك كده في يوم من الايام يتقال قدامك مالتي اوثنتيكيشن، اذا في جارد موجود عندنا. يعني ايه جارد ده يا باشمهندس؟ اقول لك واحده واحده. تعالى كده نروح على البروجكت بتاعنا كده ونفهم ايه الدنيا. لو رحت على الكونفيج هتلاقي عندك حاجه اسمها اوث. اوث دي اللي هي خاصه من نظام الاوثنتيكيشن اللي هو باي ديفولت بينزل مع لارافيل. كلام جميل. بيقول لك باي ديفولت هنا في لارافيل، يعني بيقول لك الديفولت عندهم حاجه اسمها جاردد ويب. يعني ايه جاردد ويب؟ اول ما اقول كلمه جاردد ويب هو بيفهم ان انا بعمل تشيك في جدول مين؟ اليوزرز. الله ينور عليك، حلو قوي. انزل تحت كده خالص ونفهم. بيقولك الجاردد اللي متعرفه دلوقتي باي ديفولت بتنزل مع نظام الفريم ورك بتاع لارافيل عنده حاجتين، عنده جاردد اسمه ويب وجاردد اي بي اي. طبعا جاردد الاي بي اي ده قصه تانية خالص مش قصتنا احنا دلوقتي. طيب اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي عايزين نعمل ثلاثة جاردد. طبعا ده يعني الجاردد بتاع الويب ده المفروض ان هو كان فيه الناس بتوع الادمن، ان هم الناس اللي هيدخلوا الادمن. حلو، انا عايز اعمل جاردد للطالب وجاردد لولي الامر وجاردد لمين؟ للمعلم. طبعا لو انا عندي 5 6 جاردد اعمل الى ما لا نهايه من عمليه الجاردد. باشمهندس نعم، هو سؤال بس معلش عايز اساله لك. اتفضل اسال. هو انت ليه وجع دماغي وقاعد تقول لي جاردد وما جاردتش وموال طويل وحكايات وروايات؟ انا كان ممكن اعمل جدول يوزر واحط كولومز معين مثلا واسميه طيب، وفي نفس الوقت انا اضيف في الجدول بتاع اليوزر واللي هيدخل اقول له ده معلم ده طالب ده ولي امر وخلاص. ليه تدخلني في حكايات وروايات وتفهمني وتقعد تقول لي جاردد وما جاردتش وحاسس ان الدنيا صعبه؟ اقول لك انت كلامك صح او مش صح، ينفع. انت كلامك ينفع، بس ركز في حته معايا بقى عشان تبقى انت فاهم الجزئيه. نظام المالتي اوثنتيكيشن بيفرق معايا في لحظه. تخيل بقى النهارده انا عندي 6000 طالب وعندي مثلا على سبيل المثال 1000 معلم، عندي 1000 ولي امر، عندي 1000 ادمن، عندي مش عارف ايه. تخيل بقى دلوقتي الليله دي كلها بتحطها في جدول واحد. يعني جيت تبص كده على الناس اليوزرز اللي موجودين عندك في الداتابيز لقيتهم حوالي 3-4000 يوزر مثلا او الكلام ده كله. تخيل 3-4000 يوزر، لما بروح اقول للسيستم بتاعي روح اعمل كويري في الداتابيز بيضطر ان هو بياخد وقت كبير جدا وعمليه البرفورمانس بتاعتي بتكون ضعيفه عشان هو يبدا يعمل تشيك في جدول كبير جدا. عكس بقى دلوقتي انا بعمل عمليه تنظيميه. يعني ايه بعمل عمليه تنظيميه؟ بقول له ان الادمن في جدول لوحدهم، اليوزرز في جدول لوحدهم، الستودنتس في جدول لوحدهم، البيرنت في جدول لوحدهم، التيتشرز في جدول لوحدهم، وانت بقى يا لارافيل عايزك بقى تبدا تعيش مع نفسك وتبدا تفهم عن طريق المالتي اوثنتيكيشن مين اللي داخل لك، وبناء على مين اللي داخل لك تروح تعمل تشيك في الجدول بتاعه. في اللحظه كده دي ساعتها انا اقول لك انت شغلك احترافي مش شغلك بدائي. طيب هاجي هنا دلوقتي اول جزئيه. انا عندي هنا الديفولت بتاعتي في جدول في الجاردد، عندي جدول عندي جاردد اسمه ويب وعندي الاي بي اي. الاي بي اي ده ما تبصش عليه دلوقتي، اعتبره مش موجود، هنجيله في يوم من الايام ان شاء الله. وطبعا انا عندي كورس على القناه موجود تقريبا حوالي 19 فيديو او 20 فيديو عن موضوع الاي بي اي برضه لو حابب تبص عليه. طيب خليني شايف الجاردد بتاع الويب ده. خد منه كده 3 1 2 3 حلو قوي. اول جزئيه ده بيقول لك في عندي جاردد اسمه ويب وبيروح البروفايدر بتاعه جدول اسمه ايه؟ اسمه ستودنت استو انا اسف اسمه يوزرز. كلام جميل. انا دلوقتي عايز ابدا حرفيا اعمل جاردد للثلاثه التانيين. حلو حلو. طيب اول جزئيه اروح رايح كده بمنتهى البساطه ابص انا عايز اعمل جاردد لمين؟ عايز اعمل جاردد للستودنت. انا كده دلوقتي المفروض هيكون عندي ايه؟ هيكون عندي طلاب. الله ينور عليك، اهو عندي طلاب. ركز بقى، اسم الجاردد مش بيكون بالجمع. ركز في اللعبة دي كويس. اسم الجاردد دايما ما ينفعش يكون اسمه ستودنتس، بيكون اسمه ستودنت. كلام جميل. بقول له انا عندي جاردد اسمه ستودنت، بيبص على جدول اسمه ستودنتس. حلو قوي. يعني باشمهندس كده بالفقاقه اللي انا فهمته منك، اسم الجارد بيكون مفرد واسم الجدول بتاعه. الله ينور عليك، احفظ لغايه هنا بالطريقه ديت وافهمها كده. ده اسم الجارد بيكون مفرد والبروفايدرز ده بيكون ايه؟ بيكون الجمع بتاعه او الجدول اللي موجود في الداتابيس. حلو، احنا كده اول جزئيه عملنا جدول عملنا جارد للستودنتس. طيب مين بيدخل عندي تاني؟
بيدخل عندي تيتشرز، الله ينور عليك، عندي معلمين ممكن يدخلهم. حلو قوي، يبقى انا هروح رايح اقول له كمان عندي جاردد اسمه تيتشر، الله ينور عليك، واقول له الجدول بتاعه اسمه ايه؟ اسمه تيتشرز. كلام جميل، حلو قوي. ايه الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس؟ عندي جارد التالت. طيب يبقى انا عندي طالب وعندي ولي، عندي طالب ومعلم، باقي لي مين؟ الله ينور عليك، باقي لي ولي الامر. حلو قوي، احنا في ولي الامر كنا مسمين الجدول بتاعنا كان اسمه ماي بيرنتس. طبعا احنا كنا حطينا داش داش مرتين ديت، يعني دي كانت خطأ مني انا، فممكن بعدين تبقوا تعدلوها. طيب انا عندي هنا دلوقتي بقول له ان الجدول التالت او الجارد التالت هيكون اسمه ايه؟ ماي بيرنتس. انا عندي جدول اسمه ماي بيرنتس والجارد بتاعه اسمه ايه؟ اسمه بيرنت. اهو انا الجارد بتاعه اسمه بيرنت، وبقول له ان الجدول بتاعك في الداتابيز اسمه بيرنت ماي بيرنتس. كلام جميل، حلو قوي. يبقى انا كده دلوقتي ادي جدول الديفولت بتاع اللارافيل اللي هو الجدول اليوزر، وبعد كده رحت قايل له جاردد اسمه ستودنت، وبعد كده ستودنتس بيبص على مين؟ بيبص على جدول الستودنتس في الداتابيز، وبعد كده قلت له التيتشر بيبص على جدول التيتشر، وعندي البيرنت بيبص على جدول البيرنت. كده انا ظبطت 3 جاردد جوه النظام، حطيت جاردد. بس استنى اقف شويه، انت ضفتهم هنا صح؟ حلو قوي، لغايه الان انا حييك، انا بحييك. انت لو بصيت على كل حاجه كده لازم تفهم ده هنا ضفت ايه؟ guarded. حلو قوي لغايه الان، كلام جميل. هنا مكتوب كلمه provider user، provider students، providers teacher، providers my parents. ايه providers دي بقى؟ انزل بقى تحت شويه كده خالص بعد اذنك، هتلاقي مكتوب حاجه اسمها ايه؟ providers اهي. انت بقى سيادتك مش انت عرفت ان في جدول اسمه students وجدول اسمه teacher وجدول اسمه my parents؟ اه، لازم في البروفايدر تعرفه تفهمه. لاحظ، طيب لارافيل بسم الله ما شاء الله، يعني مريح علينا الدنيا. شايف الجدول ده بتاع اليوزر ده في البروفايدرز؟ اه، خد منه 3 يا راجل. اه والله، ادي 1 2 3. باشمهندس ايه ده؟ ده كوبي وبيست كده وخلاص؟ اه ده كوبي وبيست، بس في نقطه، كوبي وبيست ولازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. هنا في جدول في الاري بتاع البروفايدرز انا عرفت هنا بروفايدرز، ادي 1 2 3 صح؟ هروح جايبه بمنتهى البساطة، أدي البروفايدر الأولاني، رحت واخده كوبي هنا كده، وقلت له دلوقتي أنا عندي بروفايدر اسمه ستودنتس، اتقل بس، وعندي بروفايدرز تاني اسمه تيتشر، الله ينور عليك، وعندي بروفايدرز تالت اسمه ماي بيرنتس، الله ينور عليك، لغاية الآن الكلام جميل حلو قوي. اتقل بقى، أنا عايزك تبص على البروفايدرز الأولاني بتاع اليوزرز اللي هو باي ديفولت بيجي مع لارافيل، يعني هنا بيقول له ويب بروفايدر يوزرز. لو انا جيت نزلت تحت كده لما جه اعرف اليوزرز في البروفايدر مكتوب حاجه اسمها درايف اليكوانت موديل يوزر. ايه ده يا باشمهندس؟ يعني انا المفروض لما اجي اعرف البروفايدرز اعرف الموديل اللي يخص البروفايدرز؟ الله ينور عليك، انت عندك هنا بروفايدرز اسمه ايه؟ اسمه ستودنتس، بيدور على مين او بيشير على مين؟ بما اني بشتغل بالاليكوانت بيشير على ايه؟ على الموديل بتاع الايه؟ بتاع الستودنت. الله ينور عليك، بس هو ده. تعالى هنا نقول له هنا نكتب بس المسار بتاعنا، كان تقريبا المسار بتاعنا كان ايه؟ اتاكد بس احنا كنا فاتحين فولدر ولا لا، لان احنا شغالين 7. كان اسمه مودلز. كلام جميل، اجي بقى هنا زي الشاطر كده بمنتهى البساطه اروح رايح على ايه؟ اروح رايح على اول موديل اخد اسمه عشان ما يبقاش عندي اخطاء، قلت له الستودنتس ده الموديل بتاعه مين؟ بتاعه الستودنت. الله ينور عليك، خد ده كده كوبي عشان بس نغير في اسم الموديل بس وخلاص. تعالى هنا، طيب انا عندي هنا التيتشر، حلو قوي، يبقى انا المفروض الموديل بتاعي مين؟ بتاع التيتشر. الله ينور عليك، اهو ادا التيتشر، قلت له ان الموديل بتاعي يخص التيتشر، الله ينور. وعندي الماي بيرنتس يخص مين؟ عندي هنا في كان عندنا هنا ادا الماي بيرنت الموديل بتاعي اهوت، قلت له الموديل بتاعي my parent بيساوي my parent اهو. تمام زي لغايه هنا يا برنس انت فل الفل. باشمهندس يعني انا كده عملت جارد وعملت بروفايدر والكلام ده كله؟ اه باشمهندس، يعني هو ده بقى الاختراعات اللي كان يقول لك هنعمل جارد جديد، يعني ايه جارد جديد والافلام دي كلها؟ اقول لك هي دي بقى الافلام اللي انت كنت دايما بتسمع عنها وتحس ان هي افلام من الخيال، لكن هي مش افلام من الخيال ولا حاجه، الموضوع اسهل مما تتخيل يعني.
كده دلوقتي اول جزئيه انا انشات الجاردد بتاعي، عرفت جاردد عندي هنا اسمه ستودنت، جاردد اسمه تيتشر، جاردد اسمه بيرنت، وبدات اقول له هم بيبصوا على بروفايدر اسمه ايه. ولما نزلت تحت هنا قلت له خد بالك البروفايدرز ده بيدل على جدول كذا او بيعمل يعني ريفرنس على الموديل بتاع كذا. لغايه الان الكلام جميل والدنيا زي الفل والامور كلها تمام. باشمهندس نعم معلش هرخم عليك واسالك حته واحده بس يا ريت تجاوبني فيها. اقول لك اتفضل. انا بشوف هنا مكتوب درايف سيشن 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 سيشن، يعني ايه يا باشمهندس؟ ولما نزلت تحت لقيت مكتوب توكن، ايه الفرق بين ده وده؟ اقول لك ان اصلا التوكن بتاعك باي ديفولت فلارف بيتحافظ عن طريق ايه؟ عن طريق السيشن. الله ينور عليك. لكن انا لما بشتغل في يوم من الايام بشتغل عن طريق الاي بي اي، التوكن بتاعي بيتحفظ بقى لو هتشتغل بالجي دبليو تي او هتشتغل بالسينك توم او هتشتغل مثلا ايه اللي ممكن تاني اللارف الباسبورت، فالموضوع بيختلف تماما. فعشان بس تبقى انت فاهم ايه فكره السيشن ديت تكون فاهم الجزئيه بتاعتك دي. لغايه الان هنا انت زي الفل وحلاوه ولوز اللوز وعنب العنب. كلام جميل كلام جميل. اقفل بقى كل الكلام ده. الخطوه اللي بعد كده عندي حاجات لازم تتظبط. ازاي يا باشمهندس؟ ايه حاجات لازم تتظبط؟ قبل اي حاجه روح كده على الاب اتش تي تي بي، هتلاقي عندي حاجه اسمها ميدل وير، هتلاقي عندي حاجه اسمها ريدايركت اوثنتيكيشن. باشمهندس ايه بقى الريدايركت اوثنتيكيشن ده؟ الله يكرمك. معلش اقول لك بقى دلوقتي، المفروض فعليا الشخص اللي هيدخل عندي لو هو صح، يعني لو هو صح والدنيا كلها معاه مظبوطة، بالتالي لازم يوديه على الداشبورد بتاعته. يعني معنى ذلك لو الراجل دخل اليوزر نيم والباسورد بطريقة صحيحة، فبالتالي دايركت على طول اقول له روح على الحتة الفلانية. ده ميدل وير جوه لارافيل، هي بتعمله باي ديفولت في لارافيل ميدل وير، هي بتعمله اسمه ريدايركت اف اوثنتيكيتد. يعني لو الاوثنتيكيتد صحيح ودي الشخص ده يروح في مكان تاني. شايف الباي ديفولت في لارافيل ده مش موجود خالص كده، اعتبره مش موجود، احنا هنظبطه احنا ايه بطريقتنا وهندلع نفسنا. تمام تمام. خليني بس ايه افتح كده البروجكت معايا التاني عشان انا مجهز بس الاكواد وهشرح لك كل حاجه، بس ايه اختصارا للوقت لان انا عارف الايه الدرس ده هيطول شويه، فيعني ايه ننجز فيه شويه بس دي الفكره. طبعا الدرس ده هيكون على جزئين يا جماعه لان الموضوع كبير جدا ومش حابب ان هو يبقى يعني على طول مره واحده كده على طول، لازم ايه الموضوع ياخد وقته عشان تبدا تفهم الدنيا ماشيه ازاي والامور كلها ماشيه ازاي. حلو قوي. تعالى كده دلوقتي نروح على الاف دايركت اوثنتيكيشن. حلو قوي. اول جزئيه تعالى نفهم حاجه، الراجل ده دلوقتي عمل نظام اوثنتيكيشن صح؟ انا عايز اقول له لو الشخص اللي جاي لك عن طريق الويب وديه على حاجه اسمها هوم. يعني ايه يا باشمهندس؟ اقول لك اتقل تاخد حاجه نظيفه. تمام خلينا ناخدهم كوبي كلهم كده كده ونفهم ايه فكرتهم واحده واحده. طبعا هو هيديني اخطاء وما عنديش مشكله من كل الكلام ده، خليني بس نشيل كل الكلام ده اهو. انا عايز اقول له بالبلدي كده لو الشخص، خليني طبعا انا غيرت هنا في الهاندل، طبعا ما عادش بستخدم جاردد نال خالص. تمام انا دلوقتي في نظام الاوثنتيكيتد اللارافيل ده قلت له لو الشخص اللي جاي لك عن طريق الويب، يعني ايه يا باشمهندس عن طريق الويب؟ اقول لك انت نسيت ولا ايه يا برنس؟ ارجع تاني على الاوث. انت عندك هنا جاردد اسمه ايه؟ اسمه ويب. فانا بقول له لو الجاردد اللي داخل لك ويب يبقى الراجل ده مين؟ يوزر. الله ينور عليك. قلت له لو الجاردد اللي داخل لك عن طريق ستودنت هتوديه على الداشبورد للستودنت. طبعا هو عاطيني غلط هنا، هقول لك ليه. كلام جميل. قلت له لو الجاردد اللي جاي لك تيتشر وديه على التيتشر. حلو قوي. قلت له الجاردد اللي جاي لك بيرنت وديه مين؟ على البيرنت. الله ينور عليك. حلو قوي باشمهندس نعم. بس في حاجه، ايه هو؟ هو دلوقتي عامل لك هنا، ما عملش لك هنا غلط وعامل لك هنا غلط وعامل لك هنا غلط وعامل لك هنا غلط، ليه يا باشمهندس؟ اقول لك واحده واحده. انا بقول له لو الشخص اللي جاي لك عن طريق الويب، يعني جدول اليوزر، وديني على حاجه اسمها راوت سيرفيس بروفايدر هوم. يعني ايه يا باشمهندس راوت سيرفيس بروفايدر هوم؟ اقول لك تعالى هتروح رايح بمنتهى البساطه على الاب اتش تي تي بي، تروح على حاجه اسمها، اسف، هتروح على
هنا ارجع تاني اهو على الاب، هروح على حاجه اسمها البروفايدرز، هلاقي عندي حاجه اسمها راوت سيرفيس بروفايدر، هضغط جواها وانزل تحت كده بمنتهى البساطه، وفي عندي كونستنت هنا متعرف. الله ينور عليك، حاجه زي الشطر كده بمنتهى الشياكه. اخد من ده كام؟ 3. ادي 1 2 3، حلو قوي. طبعا الكونستنت ما ينفعش ان هو يبقى نفس الاسم، الله ينور عليك، بيتغير. حلو قوي. انا عندي هنا قلت له لو الراجل ده عن طريق الجدول اليوزر وديه على الهوم. ايه هي الهوم ده يا باشمهندس اصلا؟ اقول لك الهوم ديت عباره عن ايه. تعالى كده نوقف دول بس كده عشان افهمك، انا اتعودت دايما احبك تكون فاهم وانت بتشتغل معايا، ما احبكش تحفظ وخلاص. اقف كده على الهوم كده، ايه اللي هيحصل؟ مكتوب هوم يساوي داشبورد. يعني ايه يا باشمهندس هوم يساوي داشبورد؟ ده الراوت، او بالبلدي كده بقول له انت هتروح على راوت اسمه داشبورد. يعني اول ما اقول له راوت سيرفيس بروفايدر هوم، يبقى انا بقول له كلمه هوم ديت هو هيعرف ان هي داشبورد. الله ينور عليك. هاجي بقى بمنتهى البساطه كده ارجع اقول له انا عندي هنا عندي كونستانت اسمه ستودنت، وعندي كونستانت تاني اسمه تيتشر، وعندي كونستانت تاني اسمه ايه؟ بيرنت. والكونستانت باي ديفولت في لارافيل هي بتكتبه كابيتال، فيفضل ان انت تكتبه بطريقه الكابيتال بتاعتك. تمام تمام، حلو قوي. هنا بقى دلوقتي هيختلف الراوتات دي. انا المفروض فعليا انا عندي داشبورد اهي اسمها داشبورد، فطبيعي هيروح على لوحه التحكم بتاعت الادمن. انا عايز اقول له بقى الاستودنت دي مش داشبورد بتاعت الاستودنت، امال ايه؟ دي داشبورد بتاعت حد تاني، والتيتشر بتاعت حد تاني، والبيرنت بتاعت حد تاني. كل ده احنا لسه هنظبط روتاتنا، بس مبدئيا كده خليك ايه لغايه دلوقتي انت فهمت الدنيا زي الفل وماشيه ازاي. ادي نظام الاوثنتيكيشن اهوت يا عم، وامورك كلها تمام، ولغايه الان انت فاهم الدنيا اهوت. ظبطنا الريدايركت اوثنتيكيشن، قلنا له بعد ما الشخص ده يدخل على نظام الاوثنتيكيشن لو هو صح او هو جاي منين ودي الصح. بالبلدي كده الراجل ده هيدخل، ده عامل حرفيا الكلاس بتاع الريدايركت اف اوثنتيكيتد، عامل زي عسكري مرور بالظبط. اول هيبقى واقف في مكان انت شخص دخلت له، هيسالك انت تبع مين؟ هتقول له انا تبع الويب. يقول لك طب خلاص ده طريقك. يدخل شخص تاني، انت تبع مين؟ يقول له والله انا ستودنت. يقول له ده طريقك. واحد تاني يقول له انا تيتشر. يقول له ده طريقك. واحد تالي يقول له انا بيرنت. يقول له ده طريقك. فبالتالي الاف ريدايركت اوثنتيكيشن في حاله ان اليوزر نيم والباسورد بتاعك صح في المكان الصح، هيوجهك على المكان بتاعك بالتحديد. حلو حلو، قفل ده كده برنس. وايه الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس؟ في خطوه تاني بعدها، ايه هي؟ نروح على الميدل وير، على ال HTTP الميدل وير. هنلاقي في عند حاجه اسمها اوثنتيكيتد، لازم تتظبط. باشمهندس نعم انا مليت منك. ليه يا عم مليت مني؟ انا حاسس ان في خطوات كتير جدا وصعبه قوي. اقول لك لا، هي مش صعبه، هي الخطوات دي محتاجه تركز فيها لاول مره، وبعد كده الامور بالنسبه لك وصلى الله وبارك والدنيا هتبقى بالنسبه لك تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده في الاوثنتيكيتد دي يا باشمهندس اعمل فيها ايه؟ هتروح عندي حاجه الاوثنتيكيتد ديت، عايز اقول له بقى العكس. يعني ايه يا باشمهندس العكس؟ انت هنا في الافر دايركت بتقول له لو الدنيا تمام هيروح في المكان الفلاني، صح؟ انا بقى عايز اقول له هنا لو الدنيا مش تمام رجعه على حته ثانيه. او بمعنى ادق، انت كنت الاول داخل على عسكري اسمه عسكري الدخول اهو، الراجل ده كان بيوديك تدخل فين؟ لا بقى اوثنتيكيتد ده بقى مش عسكري دخول، ده عسكري خروج. يعني ايه عسكري خروج؟ انت بقى دخلت النهارده على سبيل المثال في مكان، المكان ده بتاع الادمن، فانت اول ما دخلت عنده راح قايل لك تعالى استنى اقف اقف، المكان ده اصلا انت مش عامل نظام اوثنتيكيشن، انت ازاي تدخل هنا؟ ويروح مطلعك بره. احنا بقى دلوقتي في الكلاس الاوثنتيكيتد ده هنحاول نظبط شويه حاجات، عايزين نقول له مضمون الكلام لو حب يزور الداشبورد بتاعت الادمن، او حب يزور الداشبورد بتاعت البيرنت، او حب يزور الداشبورد بتاعت التيتشر، او حب يزور الداشبورد بتاعت مش عارف مين، لازم ترجعه على المكان الصحيح بتاعه هنا. كلام جميل. تعال ناخد الكود ونشرحه، كود سهل جدا ولا فيه اي حاجه. حلو قوي، تعالى كده شيل ده خالص ونعدل عليه ونبدا نفهم واحده واحده. طبعا هنا بيقول الريكوست، وهفهمك دلوقتي ايه اللي هيتم عندي. طبعا هنا المفروض احنا عندنا الريكوست بتاعنا، هذا الفساد ريكوست، فساد ريكوست. كلام جميل. طيب هنا بقى دلوقتي بقول له انا عايزك بالبلدي كده افهم، يعني افهم الفكره دي. انا عايز اقول له لو الريكوست اللي جاي لك، يعني
الراجل ده حب يزور داشبورد هنا اسمها، هياخد اللغة، احنا طبعا شغالين بنظام المالتي لانجويج، هياخد اللغة وبعد كده هياخد الستودنت وبعد كده الداشبورد وبعد كده هياخد هنا التيتشر. المفروض عندي هنا، المفروض يكون عندي هنا تيتشر داشبورد، وبعد كده المفروض يكون عندي هنا بيرنت داشبورد. حلو قوي، تمام. انا عايز اقوله بالبلدي، شايف الروتات ديت او شايف الحاجات دي، لو الراجل ده مش عامل اوزنتيكيشن صحيح رجعه على حاجه اسمها السليكشن. ايه بقى يا باشمهندس راوت السليكشن ده؟ ده انت لو حصل، لو احنا جينا اشتغلنا دلوقتي على طول هيضرب فيه اكسبشن ايرور، هيحصل عندي هنا يعني ممكن يحصل اكسبشن بقى، يقول لي لما يحصل حاجه معينه هيقول لي ايه هو السليكشن ده. فانا دلوقتي لسه هنعمل روتاتنا، انا بالبلدي كده في نظام الاوزنتيكيتر قلت له لو الراجل ده حب يزور داشبورد الستودنت او داشبورد التيتشر او داشبورد البيرنت او اي حاجه تانيه، على طول فعليا ايه اللي يحصل؟ تبدا توجهه بره على صفحه اسمها السليكشن. يبقى الاف ريدايركتد دي في حاله لو هو صح يدخله فين، ده بقى لو هو غلط يطلعه فين. شوف الاثنين عكس بعض خالص، اه ده يوديه على المكان الصح في حاله انه صح، وده لو هو غلط يرجعه للمكان اللي هو كان جاي منه، يقول له لا انت ما يحقش لك تدخل هنا، ارجع في المكان اللي انت جيت منه. لغاية الآن كده بالنسبة لك الأمور تمام وزي الفل، خلاص كده يا باشمهندس؟ آه خلاص هنا كده. لغاية الآن إحنا كده عدلنا شوية حاجات في لارافيل، لغاية الآن تمام زي الفل. الخطوة اللي بعد كده إيه يا باشمهندس؟ أقول لك الخطوة اللي بعد كده إن إحنا بقى عايزين نغير صفحة اللوجن دي. يعني إيه؟ تعالى كده نعمل بره كده، نطلع خالص. أنا بقى دلوقتي عايز أول ما يدخل هنا ما عادش الصفحة بتاعت اللوجن دي تظهر لي، أمال إيه بقى؟ اللي يظهر لي صفحة تانية منها أختار أنا هدخل فين. ركز، منها أختار أنا هدخل فين. حلو قوي، تعال نغير الصفحة بتاعتنا. خليني بس آخد صفحة أنا كنت مرتبها ونشوف إيه فكرتها هنا. طيب هنا في الأوث قلت له عندي هنا حاجة اسمها سيليكشن، صفحة اسمها سيليكشن، هقول له هنا مثلا خد لي منها كوبي، روح على البروجكت بتاعي، روح على الراوت سير على الريسورس، وبعد كده نظام الاوزنتيكيشن، وبعد اذنك حطها لي هنا. كلام جميل، كلام جميل. انا كده نقلت صفحه، حلو قوي زي الفل، والامور كلها تمام وعنب العنب. اول جزئيه بقى هنعدلها، تعالى بقى نلعب روتاتنا ونغير. طبعا الصفحه ديت انا كده كده اوريدي هطبعها، يعني هرفعها على الجيت هاب بالتعديلات ديت كلها، ما تقلقش يعني ما تحسش ان الدنيا صعبه بالنسبه لك، الموضوع اسهل مما تتخيل ان شاء الله. تمام تمام. الروتات بتاعتي بقى هنغير فيها شويه وهنلعب فيها شويه. ازاي يا باشمهندس؟ انت هنا دلوقتي هنوقف بقى نظام الاوزنتيكيشن بتاع لارافيل. ليه يا باشمهندس؟ انا عايز اعمل بقى روتات بمزاجي انا، والعب روتات اعمل فيها اللي انا عايزه بشكل تاني خالص وبشكل مختلف خالص. حلو حلو. هنا دلوقتي روتات اللارافيل باي ديفولت اللي بتبقى موجوده، طبعا في لارافيل 8 الروتات مختلفه شويه فده بيتسهل عليا، فلارافيل 7 انا هلغي روتاتها خالص واعمل انا بقى اللوجن واعمل لوج اوت واعمل كل الكلام ده كله انا هظبطه انا. تمام تمام. طيب حلو قوي، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه انا عندي هنا لو رحت على الاب اتش تي تي بي، رحت عندي هنا على الكنترولر، عندي حاجه اسمها هوم، صح؟ كلام جميل. طيب هنا في الكونستراكت بتاعي انا عايزك تشيل لي نظام الاوثنتيكيشن لان ممكن يزوره اكتر من شخص، مش عايز الهوم ده كده، يعني يعتبر هو زي ايه بديل كده. كلام جميل، خد منه كده كوبي وتعالى هنا منه حاجه تانية. تمام تمام. هنعمل حاجة بسيطة جدا، ايه هي الحاجة البسيطة؟ تعالى كده ناخد راوت مثلا على سبيل المثال راوت جيت ده ونحطه هنا خالص، شيل راوت جيت ده كده ونبدأ نقوله راوت سلاش فاضي خالص مفيش في أي حاجة، وقلت له أنا عندي هتروح على الهوم دوت اندكس وبلاش نيم، ما عندكش نيم، ما عندكش أي حاجة اسمها نيم، ادا الاندكس، ادا اول خطوه. تعال بس نوقف الراوت ده ونقول له انك هتروح على
على صفحة الاوثنتيكيشن دوت سيلكشن. كلام جميل. اذا دلوقتي الراجل ده اول ما يزور الراوتس ده هيروح على الكنترولر بتاع الهوم، هيعمل الاندكس بتاعي هنا، وممكن نقول له هنا على سبيل المثال احنا ممكن نسميه هنا نيم سيلكشن عشان برضو ايه هنحتاجه بعدين. تعالى بقى كده نقف. ايه ده باشمهندس، استنى، نيم سيلكشن انا شفت الاسم ده فين؟ اقول لك شفته اهو، اهو ادي الاب اتش تي تي بي ميدل وير اوثنتيكيتد. الله ينور عليك. قلت له بقى دلوقتي لو الدنيا دي مش متظبطه روح على الراوت سيلكشن. اهو ده بقى الراوت سيلكشن يا عم. كلام جميل، كلام جميل. ايه بقى الراوت سيلكشن؟ اروح داخل على الكنترولر، سلام عليكم. وعليكم السلام، انت اندكس، اهلا وسهلا. طيب يلا اروح رايح على الاوس دوت السيلكشن. كلام جميل، كلام جميل. تعال نعمل ريفرش كده ونشوف نزور هل فعلا هيروح على الراوت بتاع السيلكشن ولا لا. طيب هنا دلوقتي في عندي حاجه راوت لوجن دوت شو. طيب ماشي ماشي ماشي، حلو حلو حلو، ما عنديش مشكله. هو دلوقتي راح على السيلكشن فعلا، هو دخل على السيلكشن. طيب تعال نشوف كده صفحه السيلكشن اللي انا حطيتها. رحت على الريسورس، رحت على هنا على الاوثنتيكيشن، في عندي هنا، ركز 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 هنا، ادي السيلكشن بتاعتي. حلو قوي، بيروح هنا على راوت اسمه لوجن دوت شو، لوجن دوت شو، لوجن دوت شو، لوجن دوت شو. يعني ايه يا باشمهندس ده بقى لوجن دوت شو؟ الله يكرمك، انت كده توهت لي الدنيا والكلام ده كله. اقول لك اتقل تاخد حاجه نظيفه. حلو، انا دلوقتي المفروض عندي راوت اسمه شو. حلو، طيب تعال ناخد الراوت بتاعنا. طبعا عشان انا واخد كوبي بيست فبالتالي هو عامل معايا المشكله. كلام جميل. تعالى كده ناخد اول راوت عندنا هنا ونقول له هنا نظبط بس الدنيا كلها ونعمل هنا نيم سبيس مختلف ونفهم الدنيا. ايه بقى يا باشمهندس نيم سبيس اللي انت بتعمله كده؟ الله يكرمك ما تدخليش الدنيا وتتوهني كده. اقول لك لا مش هتوهك. انا هنا باي ديفولت، تعالى نقفل الاوزنتي كده، ده مش محتاجينه، والهوم ده احنا مش محتاجينه دلوقتي، والسلكشن ده سيبه. طيب لو انا جيت رحت على الاب HTTP رحت على الكنترولر صح، هلاقي عندي حاجه اسمها اوث، وفي عندي كنترولر اسمه لوجن، ده بتاع عمليه الريجستر واللوجن والافلام دي كلها. وطبعا في عندي حاجه هنا تريد، ده تريد تبع لارافيل بيدخل معاه ان هو عمليه اللوجن والكلام ده كله. انا بقى دلوقتي هعمل لعبه. ايه هي؟ شايف التريد بتاع لارافيل ده؟ اعتبر ان هو مش موجود. انا بقى دلوقتي عايز اعلمك حرفيا ان انت هتلعب في عمليه الفريم وتظبط انت بقى الاوثنتيكيشن بمزاجك انت وتلعب على العاب، وهنشوفها النهارده حاجات ان شاء الله باذن الله هتبقى مفيده بالنسبه لك. خلينا اوقف نظام التريد، اصلا انا مش محتاجه خالص، مش عايزه خالص حرفيا. وعندي هنا دلوقتي هبدا ان انا اظبط الدنيا. انا هعمل اول جزئيه راوت هنا كده. طبعا عشان نبدا ازور الراوتات ديت لازم يكون عندي نيم سبيس. الله ينور عليك، انا كده كده اصلا فعليا عندي هنا النيم سبيس بتاعي، يعني اهوت ادي النيم سبيس بتاعي. خلينا نجيب دي كده مثلا، تعالى هنا كده. حلو، انا عندي هنا المفروض نيم سبيس اهو. طبعا انت راجل فهمت كنترولر اند اوث، المفروض في عندي اللوجن، انا عايز اوصل للوجن كنترولر صح. كلام جميل. اخد بقى اول حاجه عندي هنا، ركز بقى في اللعبه هتحصل وهتدعي لي وتقول لي تكتكه على مستوى عالي، ركز هنا عشان التكتكه هتجيلك. تمام، انا ممكن اقول له الميدل وير اللي ممكن يزوره الجيست عادي مش هتفرق، يعني عشان ما اكبرش ليك بس في الكود بس مش اكتر. وكده كده اوريدي اللي هيزوره هو الجيست، يعني مش نظام اوزنتيكيشن. او ممكن لا خلينا برضو ايه نسيبه عشان ما ينفعش يزوره الراوت واحد يكون عامل اوزنتيكيشن، لازم يكون عامل من نوع جيست يعني ان هو زائر. كلام جميل. انا عملت راوت جروب نيم سبيس عشان ابدا اوصل للكنترولر. قلت له انت في عندك حاجه اسمها لوجن وهتاخد معايا باراميتر، هتدخل جوه الكنترولر بتاعي اللي هو اللوجن كنترولر، هتلاقي في عندي فانكشن اسمها لوجن فورم. كلام جميل. والميدل وير اللي بيزور الراوت ده من نوع جيست، يعني ما ينفعش يكون نظام اوثنتيكيشن، والاسم بتاعه اسمه لوجن دوت شو، ده اللي هو في السيلكشن. انا بقى دلوقتي في السيلكشن ده عندي راوت
المفروض عندي راوت اسمه لوجن دوت شو وبياخد بارامتر اسمه ستودنت، عندي راوت لوجن دوت شو وبياخد بارامتر اسمه بيرنت، وبياخد بارامتر تيتشر، بياخد بارامتر ادمن. حلو حلو لغايه الان كلام جميل. حلو، المفروض فعليا ان انا هنا في الكنترولر بتاعي لازم يكون عندي ايه؟ الله ينور عليك، يكون عندي الميثود بتاعتي. تعالى كده نروح على الميثود بتاعتنا او نروح على الفانكشن بتاعتنا اللي في نظام الكنترولر. ناخد اول حاجه هنا عندي دلوقتي، تعالى كده ايه نفهمها واحده واحده. انا عندي هنا دلوقتي، تعالى انا عملت بابليك، قلت له بابليك فانكشن لوجن فورم اللي هي اهو، انا مش عندي، في عندي هنا اهي دي اسمها لوجن فورم. انت لما تدخل على الكنترولر، سلام عليكم كنترولر، اسمك ايه؟ لوجن كنترولر. باين لك انا راجل تبع المين؟ اللوجن فورم. طيب رحت داخل، ادى اللوجن فورم، المفروض اللوجن فورم بيتبص لها ايه؟ بيتبص لها باراميتر. الله ينور عليك، ادى الباراميتر اهوت، قلت له ده الباراميتر بتاعي. هتروح تفتح الصفحه بتاعت الاوس الاوزنتيكيشن وتاخد معاك الطيب وانت داخل. يعني ايه يا باشمهندس العك اللي انت عامله ده؟ اقول لك تعالى نشوف العك اللي احنا عاملينه. طيب اول جزئيه عندي هنا الدنيا كلها سداح مداح وبايظه ليه؟ اقول لك عشان الصور اللي انا نقلت الفورمه بتاعتي بس ما نقلتش ايه؟ ما نقلتش الصور معايا. حاضر، هاجي زي الشاطر كده بمنتهى السهوله، اروح رايح على المشاريع، ده البرايفت اللي انا شغال عليه، قلت له ادى نظام بتاعي، قلت له البابليك، وبعد كده قلت له الاسيتس، وبعد كده الايمج، بعد اذنك لو سمحت هات لي التيتشر، وهات لي ده، وهات لي البيرنت والادمن والصفحه بتاعت الباك جراوند، وقول لي كوبي، وتعالى هنا على الريسورس، او روحنا على المشروع بتاعي الببليك الاسيتس. طبعا الصور دي كلها هتلاقيها مرفوعه على الجيت هاب ما تقلقش يعني. تمام تمام، وبعد كده قلت له لو سمحت حط لي دولت هنا. تمام، لو جينا نقول له بسم الله، على طول ظهرت الدنيا معايا وبقت كويسه وزي الفل. حلو، اللي انا عملته بقى دلوقتي حاجه، ايه هي الحاجه؟ كان المتعارف عليه في لارافيل، المتعارف عليه في نظام الاوزنتيكيشن، الناس كلها كانت بتعمل فورما لكل واحد. يعني انا عندي اربعه مثلا، انا عندي النهارده مالتي اوزنتيكيشن اربعه، ده واحد اتنين تلاته اربعه، صح؟ كانوا يعملوا لهم اربعه فورم عشان عشان يروحوا على اربعه راوت مختلفين. انا بقى حليت لك المشكله دي. ايه هي المشكله دي؟ انا عملت فورما واحده بس، عملت فورما واحده بس في نظام الاوزنتيكيشن بتاعي اهوت، في نظام الاوزنتيكيشن بتاعي لو رحنا على اللي اوتس، لا رحنا على الاوث، رحنا على اللوجن، شايف في صفحه اللوجن دي؟ اه هي دي بقى يا باشا، انا هشتغل لك على واحده بس، دي بقى هتروح على اللوجن. لا احنا هنظبط شويه حاجات كده، هي فورمه واحده وهنلعب عليها. انا عندي هنا راوت واحد ببصيله انت تبع مين، هيروح رايح على الفورمه الواحده دي ويعرفه هو تبع مين. حلو قوي، تعالى كده نعمل ريفرش ونشوف. المفروض دلوقتي لو وقف هنا، اول ما يضغط على طالب يروح رايح يفتح له، طبعا عشان في راوت لسه مش موجود، يفتح له صفحه بتاعه الراوت، او يفتح له صفحه اللوجن بتاعه الطالب، يروح هنا يفتح له اللوجن بتاعه ولي الامر، يفتح له اللوجن بتاعه المعلم، يفتح له اللوجن الادمن، وكلها ايه؟ فورما واحده بس. طبعا المتعارف عليه كان على اليوتيوب، اكتر الشروحات اللي لاحظتها او شفتها دايما كان يعملوا اربعه فورم او خمسه فورم عشان تروح على روتات مختلفه. فانا اختصرت الكلام ده كله، وانا في السلكشن برمي معايا باراميتر، وبناء على البرميتر انا هظبط الدنيا كلها. كلام جميل لغايه الان، الدنيا حلوه والامور كلها تمام. ادي اول راوت، الله ينور عليك. طيب في راوت عندي تاني، ده عشان يعرض لي الفورمه. طب في راوت بقى المفروض دلوقتي ايه اللي هيحصل عليه؟ ان هو هيروح يعمل بقى لوجن وريجستر وحاجات زي كده. حلو حلو، تعالى كده نروح على الريسورس، خليني بس اخد الراوت بتاعي، نروح على الراوت بتاع اللوجن ونشوف ايه الراوت بتاع اللوجن. عند راوت من نوع بوست اهو اسمه لوجن. تمام تمام، لو جيت اعمل هنا ريفرش كده، تعالى نعمل ريفرش بقى ونشوف. لو قلت له هنا هيروح اهو رايح على اللوجن. كلام جميل، هنا دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي لوجن ستودنت،
باشمهندس سؤال بس معلش، هو جاب كلمة student دي منين؟ أقول لك ما أنت في السليكشن يا برنس لما ضغطت على الحاجة بتاعتك هنا على كلمة طالب، هو راح على صفحة اللوجن وخد معاه الباراميتر، لما ضغطت على البيرنت راح وخد معاه الباراميتر. طب باشمهندس نعم، أنا عايز بس أميز حاجة، إيه هي؟ أنا عايز لما أجي أضغط هنا هو هيفتح له صفحة اللوجن، بس عايزه يقول لي حاجة، يقول لي التسجيل دخول طالب، لما اجي اضغط هنا يقول لي تسجيل دخول مثلا ولي امر، عشان بس تميز لي ابقى انا عارف انهي صفحاتي والدنيا دي مين اللي ماشي معايا ومين اللي مش ماشي. اقول لك طيب ماشي حاضر، هو دلوقتي راح على التيتشر صح، يقول له تسجيل دخول تيتشر، رايح مثلا على الادمن المفروض يقول له تسجيل دخول ادمن. كل ده طبعا ركز في حاجه، انا بلعب بفورم واحده بس. حلو حلو، تعالى كده بقى ناخد صفحه اللوجن اللي انا غيرت فيها شويه اعدادات كده. طبعا الدرس قرب يخلص ما تقلقش، انا عارف ان انت زهقت، بس ايه خلينا ايه نظبط الدنيا ومن الدرس الجاي نبدا نظبط الامور كلها بتاعتنا. طيب ادي صفحه اللوجن بتاعتي اللي انا عدلت فيها شويه حاجات. ايه بقى يا باشمهندس اللي انت عدلت فيها الحاجات الله يكرمك كده؟ تعالى نعمل ريفريش وقول لي ايه الحاجات اللي عدلتها. انا لو ضغطت هنا تسجيل دخول طالب، لاحظ راح قال لي تسجيل دخول طالب. حلو، قلت له هنا روح، انا رايح انا اساس ان انا بيرنت، قال لي انت داخل كولي امر، رحت ضاغط هنا قال لي انت داخل كمعلم، رحت رايح هنا قال لي انت داخل كادمن. ايه بقى الكلام ده يا باشمهندس حصل ازاي؟ اقول لك واحده واحده. انت في السليكشن ده لما كنت بتدخل هنا في السليكشن انت مش كنت بتباصي باراميتر معاك، فبعد كده قلت له روح على صفحه اللوجن وخد الطيب معاك. حلو، الراجل راح داخل على صفحه اللوجن اللي هي دي، يعتبر هو دخل على صفحة اللوجن هنا ومعاه الطيب. أنا بقى دلوقتي عايز أقول له ألعب في الحتة دي، أقول له لو الطيب بيساوي student تكتب لي كلمة طالب، لو الطيب بتساوي parent اكتب لي ولي أمر، لو الطيب بتساوي teacher اكتب لي معلم، لو الطيب اللي داخلة معايا بتساوي admin اكتب لي إيه؟ اكتب لي admin. بس كده يا باشمهندس. اه والله هي دي اهو، ادي الكود يا عم بمنتهى البساطه. انا عملت هنا قلت له اف لو الطيب اللي جاي معاك بتساوي ستودنت هتكتب الكلمه دي، لو الطيب بتساوي بيرنت اكتب الكلمه دي، لو الطيب بتساوي كذا اكتب الكلمه دي. كلام جميل كلام جميل. وفي نفس الوقت انت هتروح على صفحه اسمها اللوجن، ركز ده راوت واحد بس، في ناس طبعا بسم الله ما شاء الله ممكن تعمل اكتر من راوتات ويبقى موضوع اللوجن عنده راوتات كتيره جدا. لا احنا هنلعب على فكره وهنظبط نفسنا بفورمه واحده فقط. ده طبعا بس اشوف وقت الفيديو كام، 43 دقيقه اظن كده وقت الفيديو بالنسبه لنا يكون كويس جدا. لو انت وصلت معايا لنفس المرحله اللي انا عملتها ديت وظبطت الصفحات بتاعتك وظبطت الدنيا وظبطت الجارد بتاعك وظبطت الراوتس والكلام ده كله، يبقى لغايه الان لو وصلت معايا للجزئيه دي فانت في حد ذاته نقدر نقول وصلت بنسبه 50 او 55% من شغل المالتي اوزنتيكيشن. ان شاء الله هنكمل في الدرس الجاي. انا ما حبيتش ان الدرس يكون كله بالكامل في درس واحد لان الموضوع صعب ومحتاج تركيز، ومش حابب ان انا يكون كميه المعلومات تاخدها في درس واحد بس. اتمنى ربي يكون الدرس عجبكم. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو اول مره تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.